السلام عليكم، مساء الخير. في أسهل طريقة للحصول على جهد تيار مستمر دي سي داخل البيت بدون بطاريات هو كالتالي. أولا، أنا ما أنصح أحد يسوي هذا الشيء إلا يكون شخص يعني تعامل مع الكهرباء مسبقا. فاللي حتسويه لازم تكون حذر. الطريقة سهلة وبسيطة، جميعنا يعرف لمبات الـ LED. احيانا نحتاج اننا نسوي تجربه في البيت وما نحتاج جهد 220 عالي، نبغى جهد منخفض وما عندنا بطاريات، فايش الحل؟ طبعا الافضل ان يكون عندنا مصدر جهد باور سبلاي متغير زي اللي موجود عندنا في المعمل في قسم الهندسه الكهربائيه، لكن في البيت غالبا ما حيتوفر. هذه اللمبات الـ LED لها ترانس ياخذ 220 ويطلع 30 فولت دي سي، فهذا هو الترانس. انا قصيته من اللمبه نفسه وبحاول اني احصل على جهد دي. هنا يقول انه الانبوت حقه 220 والاوتبوت هو 18 الى 30 دي سي، فهذا الانبوت اي سي من 150 الى 265 يقبل 50 60 هرتز ما عنده مشكله، الاوتبوت دي سي 18 الى 30 فولت. طبعا الكلام هذا جدا رديء النوع هذا، لكني مضطر اني اتعامل معه بالشكل التالي. فهذا الانبوت اللي حيدخله اي سي، وهذا الاوتبوت تلاحظ انه احمر واسود اللي هو الدي سي موجب وسالب اللي راح يعطينا الدي سي. جبت هذا الفيش وراح اركبه هنا عشان وراح اعمل كل العزل اللازم، ثم بعد ذلك راح نقيس باستخدام انا كذا شبكت السلكين هذه، ولكن لازم اسوي عليها تيب اغطيها بشطرطون عشان ما يتلبسون ولا حتكون كذا. احنا عزلنا الاثنين بحيث انهم ما يتلامسون، لانه لو تلامسوا هذا جهد خطير 220، فعمل لنا شورت مشكلة يعني. الان هذا الشكل النهائي، هذا حيدخل اي سي ومن هنا حيطلع لنا الدي سي، وحنحاول نقيس بالفولت. راح احاول اركب هذه فم التمساح او الاليجيتر كليبس هنا عشان تساعدني بس في تركيب الفل. فلاحظ معي اطراف الدي سي سويت لها هذه المسكات، وهذا حيروح للكهرباء ثم حنشغل. فالان هذا داخل اي سي على ترانس، وهذه اطراف الدي سي. راح نجيب الفولت ميتر ونقيس ونشوف كم دي سي فولت حيطلع. الآن الترانس شغال والفولت ميتر موصل، وهنا حنحصل على القراءة، أعطاني 26 دي سي. فالآن هذا الجهد هو تماما كأنه عندك بطاريتين أو حق السيارات موصلها على التوالي، فهذيك تعطينا، فأصبح عندنا نفس جهد الدي سي اللي موجود عندنا في المعامل. لكن زي ما قلت لكم، الدائرة هذه تحتاج تعامل بحذر بسيط. هذه هي حل إشكال مؤقتة، لكن الأفضل يكون عندك باور سبلاي متغير ويعطيك دي سي مباشرة. هذه فكرتنا البسيطة، وقلت لك هذه تلاقيها في جاية مع لمبات الـ LED. قصها واستفيد منها إذا كنت. وهنا ركبت حمل دي سي اللي هي الـ LED لمبات وركبتهم، الآن هي شغال على دي سي وليس على اي سي. ملاحظة بس، لا أحد يجي يقول لي يبغى يشغل هذا يشغل عليه محرك، لازم تتأكد من التيار حق المحرك. فهذا يعطينا تقريبا 300 ملي أمبير، يعني 0.3 أمبير، هذا يحتاج على الأقل تقريبا نص أمبير أو 0.4 أمبير، فما راح يشتغل. مع أني مشغل هنا وكل شيء مشبوك، لكن هذا ما راح يتحرك. شوف، هذا أنا حركته بيدي. لذلك مهم جدا قبل ما تركب الحمل تتأكد انه تياره يتناسب مع التيار اللي يطلعه هذا الكونفرتر، مهم جدا. هذا LED DC. الان جاري استخدامه لشحن بطارية، هذه هي البطارية، هذه البطارية تكون موجودة في لمبات الطوارئ الشحن. بس من المهم جدا عند شحن هذه البطاريات انك لازم كل شوية تشيك على الجهد عشان ما تنحرق البطارية، لانه ما في منظم.